يعني انت تعرف الان مثلا اكو اكثر من 17 ضابط من رتبة لواء الى عميد الى مقدم الى عقيد الى غيره، من اللي اشتركوا بالمرحلة السابقة ضمن اللجنة مال الامر الديواني بقيادة الفريق ابو رغيف. هاي اللجنة اللي اعتقلت مجموعة فاسدين وسوت مجموعة اجراءات حققت بمستوى معين من الامن، هذول الضباط الان معتقلينهم، بينما يعني الناس اللي هم ثبت عليهم تورطهم بملفات فساد وصدرت بحقهم احكام قضائيه باتة، زين اطلق سراح ابو كيكارت ومثل نور ومثل غيرهم، هاي الناس اللي تملك اللي هم سموها صفقه القرن وسموها ما اعرف ايش، هذول يطلق سراحهم الان، وشخصيات سياسية متورطة بالمال العام وصدرت بحقها أحكام قضائية باتة يعني بعد الاستئناف، هذول يطلق سراحهم، وذول ضباط الدولة ورجالاتها يعتقلون، خصوصا إضعاف المؤسسة العسكرية وإضعاف القضاء ومساومته والضغط عليه ومنح الجرين كارت للفاسدين واللي تم احتقالهم بالمرحلة السابقة، والطمطمة على ملفات مثل القتل ومثل الاختطاف ومثل غيره، هذه أمور يعني مو صحيحة. ثم إضعاف القادة الأمنيين والقوات المسلحة، هذا عمل مو صحيح. احكي لي بوضوح أكثر سيد غيث، شيخ غيث احكي لي بوضوح أكثر، أنت لمحت في هذا الموضوع في أكثر من مفصل عن القادة الأمنيين والذين تم اعتقالهم والضغط. نعم. اكو حكاية اللي اسمعها منك، انا مرات بالخطوط العامة ما افتهم وما متعود عليك. اكو حكايات مو حكاية وحكايات سمعني. كبيرة انا اقول لك اياها بصراحة واحفظها علي، سمعني. حكايات كبيرة الوقت لم يحن الان، خلي اكون بصريح يعني ايه؟ مو كل شيء اقدر، بس اقول الوقت لم يحن الان للحديث بيها بشكل مفصل، لكن أقول أي. اللي يفكر بأن يرجع عجلة التاريخ إلى الوراء خلي ينتبه، أكو ثمن اندفع وسيدفع. مو من الصحيح يفكرون بهالطريقة، اللي يريد يكون جزء من القادم جزء من الدولة عليه أن يقبل بمفاصلها بمكوناتها بخياراتها، مو اني اجي اطلعني من الباب اطب لك من الشباك. مال اعتقال ضباط وضغط على السلطه القضائيه من اجل حمايه فاسدين وقتله، هذا امر اذا الان مسكوت عنه ترى هذه الورقه الجوكر اللي راح تلعب دور بالشارع العراقي. انت تحدث عن لجنه ابو رغيف، رساله اخوه، رساله محبه، رساله مسؤوليه، انه احترموا القوات المسلحة، مو من مصلحتكم يعني، هذه يجب ان يفهموها بطريقتهم الخاصة. احترموا رجل المرور ورجل الشرطة والمخابرات والامن الوطني والمكافحة الارهاب والجيش والاستخبارات والحشد، اعطي مساحته الطبيعية، واكو قوانين تضبط الامور هاي، التلاعب بها ما راح يؤدي الا ان تحترق الامور بيديكم يعني، زين. لا تسحبون بالنار. القضاء يجب ان يحترم ويعطى القضاء من يصدر حكم وياخذ الدرجة القطعية، انت ترجع النوب، وهذه امور خصوصا فيما يتعلق بناس لصوص يعني نهبوا البلد نهب، هذه قصة وطببوا منها وطلع منها وجيب مدري شنو، وهذه تسيء للدولة، تسيء للقضاء، تسيء للوضع، والناس ما راح تتحمل هواي يعني. زين شيخنا، خليني أسألك بصراحة، خلي الأمور تمشي صح.